لقيت حبيبتي شيري، شيري هان طبعا منزله لي دعاء وبتدعي لي حبيبه قلبي، عايزه اقول لها كل سنه وهي طيبه وعيد سعيد عليها وعلى كل حبايبها واسرتها. عارفه هي كده حد فظيع، هي شيري هان لما بتشوف حاجه حلوه بجد بتقول من قلبها. انا كمان ببعت لها بقول لها كل سنه وانت طيبه. رمضان بالنسبه لنا الفوازير وشيري هان طبعا، وحلمنا ان احنا نشوفك تاني ترجعي تنوري الفوازير. ده حلم يمكن يبقى حقيقة يمكن ما يبقاش، بس هو ده حلمنا، لأن أنت مرتبطة في ذهننا دايما. بنقعد نستناكي بعد الفطار بالفوازير، وأنا دايما عايزة أقولك حاجة بقى يا بوسي، أنت عارفة أنا بعمل إيه لما كده بيبقى عندي وقت فاضي؟ زمان. بجيب ماسبيرو زمان وبتفرج على فوازير شيري هان وألف ليلة وليلة. كلنا بنعمل ده التيك توك كله بيقلد شيري هان حاجة، يعني عارفة بتتفرجي عليها كده وعندك عارفة إحساس كده، إحساس حلو.